بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة طلب إفادة انتظام، ندخل على موقع الجامعة، نضغط على الأيقونة اللي فوق وننزل تحت الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني. أول مرة راح يرسل باسورد على الجوال، طبعا الدخول من الجوال عشان تطلع الميزات كاملة في الموقع. نسوي تحديث للصفحة عشان تطلع الثلاث خطوط اللي على اليمين، نضغط عليها وبعدين ننزل تحت الخدمات الإلكترونية وبعدين خدمات أكاديمية. ننزل تحت للنماذج بعدين إفادة انتظام، راح يتحمل الملف عندك في الجوال، تلقاه في الملفات.